بعرف انه في ضحيه جديده. حرب ما عن حرب بارده طويله كثير. ابن شقيقة محمد الأحمد يلفت الأنظار في أول ظهور، بدا نسخة عنه وما كشفه فاجأ الجميع. فاجأ الممثل السوري محمد الأحمد متابعيه وجمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن أنه استعان بابن شقيقته طبيب الأسنان فاطر سعد الدين لتأدية أحد الأدوار في مسلسله المقبل، نظرا لما تتطلبه الشخصية التي يجسدها محمد الأحمد. وفي التفاصيل، نشر فاطر سعد الدين على حسابه عبر انستغرام صورة ظهر فيها برفقة خاله محمد الأحمد، حيث بدا نسخة عنه، كما وجه له رسالة شكر بعدما شاركه التمثيل في عدد من مشاهده في المسلسل الذي يجري تصويره حاليا. وقت القلب اللي بيوقع بده صميتك ماشي. وأرفق فاطر الصورة بالتعليق التالي: الخال الحبيب والنجم الكبير محمد الأحمد، انبسطت كتير بتجربة العمل معك بإحدى أعمالك، بعمل في جهد كبير وخاصة بوجود دورين بشخصيتين مختلفتين ويتطلب وجود شبيه بالمشاهد الثنائية. وعلى الفور رد محمد الأحمد على منشور ابن شقيقته فكتب: حبيب الخال، كانت مهمة صعبة بس انت أدى وأكتر. يتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة، حيث تمنوا لمحمد الأحمد ولابن شقيقته التوفيق بحياتهما المهنية. لما تكون بإيدك لامس. وفي سياق مختلف، كان انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة أخبار عن ارتباط الممثل السوري محمد الأحمد والعالمية اللبنانية رولا بحسون، بعد أن لاحظ المتابعون حجم التفاعل بينهما، إذ يحرص محمد الأحمد على التعليق على معظم صور ومنشورات رولا، إذ يترك في تعليقاته إيموجي قلوب. هاي الياسمين يا حمصي، طالعة من رديت ياسمين. وفي السياق، نشرت صفحة أمل نيوز عبر إنستغرام صورة للثنائي مشيرة إلى العلاقة التي تجمعهما، لتنهال تعليقات المتابعين عليها، حيث باركوا هذه العلاقة. من جهة أخرى، كان الممثل السوري محمد الأحمد في وقت سابق حاول التهرب من الإجابة على سؤال إحدى المذيعات عن علاقته بخطيبته بعد تقديمه دور هادي في مسلسل للموت إلى جانب الممثلة اللبنانية دانيلا رحمي. هذا السؤال ما لازم تسأليني يا إلي، هذا السؤال لازم تسأليني. في التفاصيل، وفي حديث لأم بي سي تريندينج، انفعل محمد الأحمد بعد سؤال المذيعة عن ردة فعل حبيبته بعد المشاهد الجريئة التي جمعته بدانيلا رحمي، ليجيب غاضبا بعد إلحاح المذيعة إغارة، في إشارة إلى غيرة خطيبته من دانيلا رحمي.